مدرب يعني هذه بي تي اس انت كمدرب كيقولوا لي شنو البولاريتي وكيتسجلوا صافي دير كاينه خدمه المدرب حيت لي بولاريتي كوراك الوقفه شكون اللي غيضرب شكون اللي غيمشي يضرب البريمير. حنا شفنا المنتخب الوطني المغربي مع احترامي لاعبي دول وعندنا عالميين شفنا في كره الثابته كيتجمعوا لها بحال يقسموا الورد حسنه الا ضربه ياخذوا كلهم حسنه راه في الاخر يضربها واحد هادشي اللي مبغيناش نبقاو نشوفو. لي بولاريتي كانوا مهمين في الماتش ديال المغرب ما استغلناوش بشكل كبير كانوا في 25 متر وكانوا في 30 متر كانوا ضربات جانبيه ورغم انني في لاكوش كنت كنتمنى عطيه الله ينفذ شي كفره لانه كيجي داك الضربات في الجناب كيكونوا دائما عنده خطر. قولي على الاكاديمي ديال الفريق دابا انا كتسولت على شي تجويعه كاينين الشبان اللي جيدين في الاكاديمي ديال هشام الصغار في ارينا اللي عندهم مقومات وكنا تاكتيك موفور خصك اللي تعرف باش تخدم بهم انك كنا تاكتيك موفور خصك تخدم بهم خصك تخدم بهم.